المادي واللامادي الأكاديمي وتقارب مميزات الهويات الثقافية بين بعض المجالات الترابية ووحدة الهوية الثقافية لكل مجال ثقافي، وهكذا قدم اقتراح جديد تحديد هذه المجالات كما يلي: المجال الثقافي لعمالة طنجة أصيلة، المجال الثقافي لعمالة مضيق الميناء، المجال الثقافي لإقليم تطوان، المجال الثقافي لإقليم قحطان جران، المجال الثقافي لإقليم عرائش، المجال الثقافي لإقليم حسيمة، المجال الثقافي لإقليم شبشاون تشاون، المجال الثقافي لإقليم وزان. ومن المنتظر أن يدور النقاش داخل كل ورشة بين المتدخلين والمعنيين بالشأن الثقافي من مسؤولين حكوميين وأكاديميين ومثقفين وجمعيات.